مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم ولقاء متجدد مع قلوب مصريه. قلوب مصريه كل يوم بنشيد بمجهودات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنشيد بمجهودات الحكومه، بنشيد بدور وزاره الصحه. وزاره الصحه مجهود كبير، وحكومه وشعب تضامن محترم لتخفيف وطئه فيروس كورونا على الشعب المصري. احنا شفنا السيد الرئيس بنفسه هو بيتابع التجهيزات وبيتابع استعدادات الجيش، وهو بينزل يطهر الميادين ويرش الميادين وبيعمل مستشفيات وبيعمل جولات. السيد الرئيس انا بصراحه انا برفع له القبعه، بقول له شكرا يا ريس. واكيد اننا من خلال برنامج قلوب مصريه النهارده انا برشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لجائزه نوبل. يعني انا اكيد مش انا بس، شعب مصر كله بيدعم السيد الرئيس. لأول مرة الشعب يبقى في مصداقية بينه وبين الرئيس، في تواصل فعلي بينه وبين الرئيس، حاسين بان الرئيس بيعمله، حاسين بدوره، بنقول له احنا معاك، وبنقول لرجال الأعمال يا ريت يبقى عندكم نفس الشعور ونفس الإحساس، ويا ريت المبالغ اللي هتصرف في الإعلانات وفي الفوازير وفي المقالب والبرامج التافهة، أنا بقول أهو البرامج التافهة اللي بتيجي في شهر رمضان، شهر رمضان المعظم اللي بنستناه، يا ريت الاموال ده هي تخصص لصندوق تحيا مصر. انا عاوز اتكلم في حاجه كمان، يعني شوف الرئيس بيعمل ايه، واحنا عندنا احداث غريبه يمكن هنشوفها دلوقتي على الشاشه حصلت في كفر الدوار. كفر الدوار الاهالي الفلاحين الطيبين للاسف الشديد اشتباكات وتدخل الشرطه عشان ندفن حد توفى بالفيروس. اهالي كفر الدوار رفضوا دفن والد طبيب جات له العدوى من ابنه اللي كان شغال في العزل بيعالج الناس، اتنقل له المرض، اتنقل المرض لوالده المسن، توفاه الله، جهزوا للدفن. وللاسف الشديد اهالي كفر الدوار شفنا سلوك يمكن غير متوقع بالمره، ولقينا الناس بتشتبك ومش عايزينه يدفن، وروح ادفنوه في حته بعيده عشان احنا مش عاوزين نتعدي منك ومن ابوك. يعني الفيديو لو جاهز يا جماعه نشوفه، هو موجود على الشاشه بنشوفه. وتدخل الشرطه عشان تدفن واحد للاسف الشديد كان بيساعدهم عشان العلاج والاستشفاء. في حاجه كمان يمكن حاجه كويسه، احنا شفنا مواطن في الاسماعيليه وزوجته بتموت وهي في العنايه المركزه ومن الفيروس، صمم ان يشوفها ويقبلها ويودعها رغم تحذيرات الدكاتره. حاله انسانيه. راجل عنده وفاء، ست نسرين ممرضه اللي ماتت النهارده في العنايه المركزه وهي من عدوى فيروس كورونا. زوجها طمنها وبيقول لها خدي بالك، بولادك في عينينا وما تقلقيش على الاطفال. في حاجه كمان غريبه يمكن احنا شفناها النهارده في الحوامديه، مدينه الحوامديه احدى مدن محافظه الجيزه، مدينه ظهرت فيها حاله فيروس كورونا. الحاله ديت كانت سيده كبيره في السن بتشتغل بتعمل فطير وبتعمل وتبيع جبنه وكده. الحاله دي ظهرت ويمكن كان في تحرك ايجابي من مجلس المدينه ومن الاحزاب. يمكن احنا هاجمنا الاحزاب الحلقه اللي فاتت، قلنا ان احزاب كرتونيه، احزاب اوضه وصاله جايه بتخدم على واحد عشان انتخابات وعشان كرسي في البرلمان، والاخر خالص ما بنلاقيهمش. لا، احنا بنقول النهارده بنقول شكرا لحزب مستقبل الوطن، مجهود كبير، ويا ريت يبقى فيه مداخلات مع حد النهارده ونفتح المداخلات ونشوف الناس دي بتشتغل على ارض الواقع. خلوني النهارده ارحب بضيوفي. انا عندي زميلتي اميره مرسي وكل فريق الاعداد والمراسلين من اسكندريه ومن دمياط ومن المحافظات التانيه. بقول لهم شكرا على المجهود اللي هم بذلوه الفتره اللي فاتت واللي لسه بيبذلوه. ومعانا الاستاذه اميره من اسكندريه جايه مخصوص عشان ضيوفنا الكرام تواصلوا معاها عشان بيتفاعلوا مع احداثنا، وقالوا ان احنا ممكن نساعد في علاج الفيروس او عندنا حاجات ممكن تساعد في علاج الفيروس. احنا مش جايين نصيد حد، ومش جايين نتكلم في حاجه، ممكن تعمل لنا مشاكل لان احنا مش متخصصين. السادة الضيوف اللي هنتعرف عليهم دلوقتي عرضوا مساعدات وقالوا ان هم بيعالجوا بالاعشاب وعندهم حاجه ممكن يساهموا فيها.
خلونا نرحب بيهم ونشوف في يمكن المداخلات جايه سريعه قوي، بيكلموني في الكنترول في مداخله سريعه. هرحب بضيوفي الشيخ مصطفى الهاشمي معالج روحاني، اهلا وسهلا بك يا شيخ. اهلا وسهلا بك. الاستاذ محمود بيوض خبير اعشاب، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. طبعا زميلتي اميره مرسي، اهلا وسهلا بك استاذ اميره. وخلونا ناخد اول مداخله في البرنامج، حد من الحومديه. الو الو، معانا الدكتور ابراهيم حموده نائب مجلس النواب عن الحومديه. اهلا وسهلا بك يا دكتور. يا اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيك. احنا عرفنا ان كان في حاله ظهرت في الحومديه، وال ايه الاجراءات اللي تمت عشان نحافظ على الشارع اللي هي موجوده فيه والمنطقه باعتبار ان هي موجوده جوه سوق نفسه؟ هو حضرتك من امبارح نزل الجهات المختصه، طبعا فريق الطب الوقائي من الاداره الصحيه في الحومديه برئاسه دكتوره فردوس مديره الصحه بالحومديه، توجهوا للمكان بصحبه رئيس المدينه والجهات الامنيه، وتوجهوا للمكان فورا. والناس تعاملوا مع الحالات، طبعا جمعوا كل اهل الاسره في منزلهم، يعني السيده المصابه طبعا ليها زوج واولاد بنات وازواج البنات، طبعا تعزلوا جميعا في منزلهم لحين عمل الاجراءات الطبيه اللازمه ليهم. وكان في احد المنازل المقابل لمنزل السيده المصابه بالفيروس نفس الكلام طبق عليهم، اللي هو برضو اجراءات العزل. وبالنسبه للشارع تم تعقيم الشارع، ويمكن كان في سوق مقابل للشارع تم ازاله السوق بالكامل بمعرفه مجلس مدينه الحومديه، وده طبعا بالمتابعه الشخصيه مع السيد رئيس المدينه. ويمكن النهارده برضو انا وجهت حمله تعقيم كنت انا متبنيها من فتره، النهارده المكان نفسه والشوارع المحيطه بالمكان عمليه تعقيم، تمت عمل التعقيم الكامل النهارده. بس ويمكن بس احنا ان شاء الله المفروض ان هم الاسرتين في حجر او في عزل دلوقتي حاليا، احنا بس ان احنا عايزينه علينا برضه من سيد وكيل وزاره الصحه بالجيزه سرعه اخذ المساحات، كل واحد بياخد كده مسحه كده او عينه عشان نقدر نشوف المخالطين ليها كان هناك اصابه من عدم، وان شاء الله ربنا كريم باذن الله وما يكونش في اصابه ان شاء الله. ده اللي حاليا بس احنا بنستعجل فيه عشان اخذ المسحات او العينات عشان نشوف نتيجه المخالطين سواء من الاسره او المنزل المقابل للسيده المصابه. طب احنا باعتبار حضرتك عضو في حزب مصاب الوطن، واحنا شايفين اللي يمكن بعض المواقع والقنوات العربيه كانت اشادت بمجهود الشباب وتعقيم ورش الشوارع، ايه الخطط الاحترازيه اللي احنا ممكن نعملها في خلال ايام او ساعات عشان نقي باقي الناس اللي هم مخالطين ليها؟ والله وحضرتك في البدايه احنا راقبين على انفسنا، يعني احنا دايما بننبه الناس الالتزام بفتره الحظر، البعد عن التجمعات، الاسواق طبعا بقت فيها ازدحام شديد، نتفادى الاختلاط في اماكن الازدحام. وطبعا زي ما بقول لحضرتك احنا في الحومديه متبنين حمله تعقيم لكل الشوارع وكل الجهات الحكوميه، ودي حمله شغاله اليوم النهارده اليوم ال 18 على التوالي. فكل الاماكن الحكوميه سواء في التامينات الاجتماعيه، الشؤون الاجتماعيه، الاداره الصحيه، السجل المدني، الاداره التعليميه، كل الاماكن اللي هي فيها اقبال جماهيري مكثف مستمرين في التعقيم بتاعها. واحنا اهلنا طبعا في الحومديه بنناشدهم للالتزام عشان احنا بنحافظ عليهم، لان احنا هنا المسؤوليه مش عن نفسك، ده مسؤوليه عن نفسك ومسؤوليتك تجاه الغير. طب بعد اذنك يا دكتور، يجب ان احنا نحافظ على انفسنا وعلى اسرنا واولادنا، الانضباط من جانب الاهالي والالتزام بمواعيد الحظر والبعد عن التجمعات. واحنا حضرتك التعقيم شغال بصفه مستمره، وربنا يكرمنا ان شاء الله ويكون الحالات الثانيه سلبيه باذن الله. يا دكتور ربنا يطمنا على اهلنا في الحومديه. ولكن اي اجراء احترازي الاداره الصحيه طبعا من امبارح ومجلس مدينه الحومديه والسيد المحافظ قاعده توجيهات امبارح بالتعامل السريع مع الحالات، وانا طبعا كلمت السيد وكيل الوزاره امبارح ومديره الصحه في سرعه التعامل مع الحالات لاخذ المعينات او المسحات منهم فورا. احنا بنشكر حضرتك يا دكتور، واكيد هيبقى في وعد بوجود حضرتك معنا في الاستوديو ان شاء الله نعرف شاء التطورات والاجراءات الاحترازيه في مدينه الحومديه. نشكر حضرتك يا فندم. شكرا يا دكتور. هسيب الاستاذه اميره باعتبارها هي منسق ومرتب الاعداد الكامل لحلقه النهارده، تبدا مع الشيخ مصطفى. يا مرحبا. اتفضل يا استاذ اميره. ازيك يا شيخ مصطفى؟ يا مرحبا استاذ اميره، نورتنا طبعا في برنامج قلوب مصريه. شيخ حضرتك كلمتني مكالمه تليفون غريبه جدا. اي نعم. تمام. كلمتني وقلت لي اني عندي عشب. اي نعم. العشب ده بيعالج فيروسات كتير في الجسم، في جسم الانسان.
يا ترى ايه العشب ده يا شيخ مصطفى؟ العشب ده نبات صحراوي. يعني تعرفنا عليه من قديم الازل من جدنا. تمام. كان يعالج بيه. طب عالج ايه؟ عالج ايه العشب ده؟ يعالج الحمم. ايه تاني؟ والالتهاب الرئوي. تمام. وايه تاني يا شيخ مصطفى؟ ويعني حاجات كتير جدا. طب بما اننا يا شيخ مصطفى معانا استاذ محمود بيوض خبير الطب، خبير الطب بالاعشاب او الطب البديل، اهلا بيك يا استاذ محمود. بحضرتك. طب استاذ محمود انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. دلوقتي الشيخ مصطفى بيقول لي ان في عشب، العشب ده بيعالج الفيروسات اللي موجوده في الجسم. تمام حضرتك. وبيعالج امراض كتير جدا في جسم الانسان. طبعا انا يعني مش مقتنعه ان ممكن يكون في عشب سحري بيعمل كل الحاجات دي، فمن فضلك انا بس يعني انا كنت عايزه اعرف ايه العشب ده، وحضرتك تعرف لي ايه نوع العشب ده. حضرتك العشب ده بنشتغل عليه من سنين. بيستضيفنا في مشاكل كتير، حد من الاطفال عنده التهاب رئوي، سخونه مفرطه، في مشاكل بكتيريا او حاجه في المعده بتسبب لترجيع او بتسبب لسخونه او بتسبب لكحه. فانا يعني هطلع لحضرتك مجموعه من الفوائد بتاعه العشب ده. طب استاذ محمود العشب ده العشب ده بري؟ انا استاذنكم هنطلع هنطلع فاصل عشان الاذان ونرجع. اوكي فاصل ونتواصل. ورجعنا من الفاصل، وزي ما احنا قلنا لكم في اول الحلقه قلنا ان احنا مش جايين نصير ومش جايين نعمل دعايه للفنكوش، يعني احنا جايين ناس جايه عايزه تعرض خدمات وبتتكلم في حاجه خاصه بالعشب، وان هم ممكن يساعدوا في علاج حاجه مماثله للفيروس. احنا لا معانا لنا ولا جمل. احنا معانا الاستاذ الدكتور احمد محمد عبد الفتاح استشاري الامراض الصدريه والحساسيه. اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا، مرحبا بالاستاذ محمود. اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بك يا دكتور. احنا وعلمه يا رب. احنا حضرتك معانا الشيخ مصطفى معالج روحاني، ومعانا الاستاذ محمود خبير اعشاب، وبيتكلموا في الاعشاب وازاي ان احنا ممكن نوصل لعلاج فيروس او حاجه مشابهه للفيروس بالاعشاب. فانا عاوزين حضرتك رؤيه حضرتك في القصه ديت، وانت شايف ايه وزاره الصحه هل هي مقصره وهي بتعمل اجراءات احترازيه عشان ممكن تقينا من خطر زي الفيروس اللي احنا يمكن بنجهل خطورته لغايه النهارده، وشايفين الناس في الشوارع وشايفين الناس في الاسواق ومحدش مهتم بالقصه. عاوزين من حضرتك كده في ايجاز بعد اذن عليك. ومن فضلك يا دكتور كنت عايزه بس اعرف هل فعلا كل الادويه اللي موجوده بيدخل فيها طب الاعشاب؟ بيدخل الطب البديل؟ احنا مع حضرتك يا دكتور اتفضل. يعني ده سؤال انا برضو عايزه حضرتك ترد عليا في السؤال ده من فضلك. ماشي اتفضل يا دكتور. تمام. بدايه انا برحب بحضراتكم وبالساده المشاهدين. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. حضرتك يا استاذ انيره. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. الشيخ مصطفى. شكرا. الله يكرمك. شكرا يا دكتور. اهلا وسهلا. بدايه احنا عاوزين نعرف تكوين الفيروس، عباره عن حاجه بسيطه جدا، من بيتكون من الحمض النووي لحاجه اسمها رايبوزوم. تمام. فهو مش خليه حيه في الاصل، هو خليه ميته تحتوي على حاجه اسمها الار ان ايه. تمام. الكورونا اللي موجودة في الوقت الحالي ليها أجداد وليها أسلاف، حاجة اسمها سارس وحاجة اسمها المرس. كانت موجودة في 2012 و2013 بس هي قدرت تحور نفسها وتشكل غلاف بروتيني من الخارج قادر إن هو ينتشر بسرعة، لأن عليه حاجات زي السبايكس أو الأشواك. الأشواك دي بتلتصق بالأسطح فترة طويلة، بتقعد مثلا على السيرفس حوالي 72 ساعة، وعلى الأسطح الحية ممكن تقعد لغاية 24 ساعة. دي تكمن خطورة الفيروس بأن هو بيلتصق بالأجسام فترة طويلة، بالإضافة إلى الأعراض الحادة اللي بتيجي فترة بسيطة بيعمل حاجة اسمها فشل تنفسي، أعراضه زي أعراض الإنفلونزا بالضبط تقريبا، بس خطورته تكمن في الأعراض الحادة، بالأخص بتأثر على الناس اللي هم ضعيفي المناعة والكبار في السن. طب دكتور بعد اذنك، هو فعلا الفيروس ده بيدخل على الرئه على طول مباشره، وممكن الانسان ما يحسش انه عنده فيروس وفجاه بيعمل هبوط في القلب والانسان يموت موت فجائي؟ هو بتبقى اعراضه متدرجه. المريض الكورونا بيتدرج من واحد بدون اعراض نهائيا، ممكن يجي الواحد ويبقى حامل ليها وبدون اي اعراض نهائيا، الى واحد محتاج رعايه مركزه. تمام. يعني ممكن حوالينا دكتور حوالينا ناس
وماشيه وعادي وعندها الفيروس، حامله للفيروس واحنا مش عارفين؟ مش عارفين، وممكن يجي باشكال متعدده من دور برد بسيط لكحه بسيطه جدا الى واحد عنده فشل تنفسي ومحتاج جهاز تنفس صناعي. الاعراض دي كلها عباره عن اعراض كبيره جدا، بس في نفس الوقت احنا بنخاف على ضعيفي المناعه وكبار السن، بس مش هيجي في يوم وليله يبقى عندك برد دلوقتي بسبب الكورونا بعدها بساعه يحصل لك توقف في عضله القلب وفشل تنفسي. لا، الاعراض دي بتقعد اربع خمس ايام لغايه ما تتدهور الحاله وتوصل الى فشل تنفسي ومحتاج رعايه مركزه. تمام. فمفترض اي مريض بيعاني من اعراض حاده من ارتفاع في درجه الحراره مستمر او نزله برد قويه وعنده صعوبه في التنفس او فشل تنفسي او واحد كبير في السن بياخد علاج للضغط للسكر الاورام كبير فوق ال 60 سنه، المفروض ان هو يتوجه على طبيب بشكل مباشر، طبيب صدر او طبيب رعايه مركزه، ويوجهه يقول له والله انت دلوقتي في هذه المرحله محتاج انك يا دكتور. احنا عاوزين نعرف قصه الاعشاب ومدى علاقتها بانها ممكن تساعد في علاج الفيروس او مرض مشابه للفيروس، لان احنا عندنا الشيخ وعندنا الاستاذ محمود جاي لنا، احنا قلنا بقى هديه للشعب المصري في علاج جاي وكذا، انت شايف حضرتك الموضوع ازاي؟ هو الحقيقه الى الان في كل الابحاث في مراكز الابحاث العالميه لم تتفق على دواء معين للكورونا فيروس او حتى معظم الفيروسات اللي موجوده في الجو، ما وصلناش لعلم بيقول ان انا اخد حاجه اسمها مضاد فيروسي، لسه العلم ده ما وصلش لينا احنا كبشريه. تمام، وده في احسن مراكز العالم، مراكز الابحاث في العالم، منهم مصر ومنهم بره مصر. الاجتهادات الشخصيه ان في انواع من الاعشاب الطبيعيه بتؤثر بتحسن مناعه جهاز مناعي الجهاز المناعي او جهاز التنفسي دي حاجه منشوره ومعروفه عالميا، ان هو ممكن دواء معين مثلا بيستخلط من ماده عشبيه معينه بتحسن المناعه الصدريه بس. السؤال حضرتك، هل هو بيعالج الكورونا ولا لا؟ لا، مفيش حاجه لغايه دلوقتي قطعا بتعالج الكورونا. هو يا دكتور بعد اذن عليك، هو الشيخ والاستاذ قال ان العشب موجود بس ما نقدرش نقول عليه على اساس ان في ليه مضاعفات لو حد خده بكميه كبيره بتسبب تسمم وكذا، فبيقول ان انا عاوز اكلم دكتور اقول له بحيث ان الدكتور هيفهم طبيعه العشب والكميات اللي ممكن يتم تناولها بحيث انها توصل للاستشفاء، فهم مع حضرتك هم وحضرتك ممكن تسالهم اللي موجودين في الاستوديو. هو يا دكتور هو مش بيقول انه بيعالج الكورونا، هو بيقول ان هو بيعالج حالات شبيهه للكورونا، عشان بس ايه نبقى بنوصل الصوره صح، يعني هو ما كانش مباشره. معانا الدكتور اهو، تتفضل مع الدكتور. تمام، يا دكتور تفضل. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. احنا الاعراض اللي كانت موجوده عندنا في بلادنا مثل الحمى، تمام، كنا نجيب العشب ده ننقعه في ماء او نغليه، ونيجي نسقي بيه المريض، تمام، درجه الحراره بتاعته ما تنزل، يعني تنزل في 24 ساعه بالظبط كده. كان في من بعض الناس عندنا كان عندها زي يعني انتهاب رئوي، برضه مثل العشب ده عالجها. بالنسبه احنا الحكمنا شغلنا في الجبال، فالمدينه بعيده عننا جدا، فاحنا ما نضطر نستخدم هذا العجب، فالعجب ده احنا ناجح معانا يمكن من 20 سنه. تمام. فاحنا لما جينا اتدخلنا فيه وقلنا طب ما احنا نعرضه برضه على الناس اللي مسؤوله في البلد، ممكن يكون في عجب بسيط لكن الناس خطت عنه، عاوزه شغل كيميائي عالي. هل العجب ده وزاره الصحه تاخده تحلله؟ والله يكون عنده الخير. ولا ايش رايك انت؟ طب احنا معانا يا دكتور، انا برضو عشان معانا استاذ محمود بيود، هو خبير في الاعشاب، فبرضو حضرتك ممكن يضيف برضو حاجه للعشب، يعني يقول لحضرتك على فوائد العشب. اتفضل يا استاذ محمود. اتفضل فوائد العشب يا استاذ محمود. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل حضرتك. الاعشاب طبعا معروفه، الطب البديل دي من قديم الازل، فكل حاجة لما كان بزمان قبل الطب الكيميائي كان في طب البديل، فكانت أي حاجة بقدرة الله ليها عشب معين، تسمم، سخونة، بكتيريا، جروح، كان ليها أعشاب بيستخدمها المريض
او الطبيب المعالج في وقتها بيديها له كان بيتم شفاؤه باذن الله. ايوه. فاحنا معانا العشب ده حضرتك احنا مجربينه على كتير من اهلنا وكتير من الاصدقاء، نفع معهم في مشاكل الجهاز التنفسي، الالتهاب الرئوي، السخونه، بيعالج كتير من الامراض. تمام. فاحنا فكرتنا كانت في العشب ده ان احنا اتصلنا بالاستاذه اميره وتواصلنا معاها على اساس ان احنا نقدر نوصل صوتنا للمسؤولين اللي هم يهتموا بالموضوع، ممكن ياخدوا مننا العشب يدرسوه او يحللوه، لو ينفع يعملوا منه مصلحه تساعد في القضاء على فيروس كورونا هنبقى قدرنا نقدم حاجه كويسه للبلد. تمام حضرتك؟ رايك تمام ايه يا دكتور؟ انا فاهم حاجه، والله بص حاجه، انا بشكل عام الكورونا ده فيروس مش بكتيريا. قصه الالتهاب الرئوي ديت ليها اسباب كتيره جدا، منها بكتيريا ومنها انواع، مئات الانواع من البكتيريا والفيروسات. تمام؟ كل حاجه ليها حاجتها في علاجها، ليها مادتها الكيميائيه اللي بتاثر فيها. ممكن يكون الاعشاب الطبيعيه ديت عرفها عرف اليانسون والتريو والحاجات اللي احنا بناخدها دافيه. تمام. وفيها مواد كيميائيه معينه بتلطف من الاغشيه المخاطيه المحيطه بالبدر. بس هل هي ليها اثر علاجي؟ لا، هي ليها ممكن يكون اثر تلطيفي. وحقيقه الحاجات دي كلها بتبقى خاضعه لابحاث علميه مثبته، وبيبقى فيها اطباء وكيميائيين بيقولوا مدى صلاحيتها اذا كانت تنفع للاستخدام للعلاج ولا لا. تمام. احنا بشكل عام في علاج الامراض اللي زي دي مش بتاخد لها في ابحاث يوم ولا اثنين، بتاخد لها فترات طويله قد تمتد الى سنين. تبحث هل ده بيأثر بالفعل ولا لا. لغايه دلوقتي الاعشاب الطبيعيه اللي احنا بنستخدمها طول عمرنا هي بتستخدم طول العمر، منها اليانسون والتيلي والكلام ده هو والحلبه و و و و اللي احنا بنستخدمها العاديه. بس العشب اللي بيقول عليه الشيخ مصطفى والاستاذ محمود، هل هو بيعالج حاجات شبيهه؟ ممكن بيلطف من الاعراض مثلا، بس ما بيعالجش. انا في تصوري كل حاجه ليها علاج كيميائي بشكل معين مستخلص، برضو في منها المستخلص من الاعشاب الطبيعيه، وفي منها المستخلص من عسل الخبز، ومنها المستخلص زي البنسلين، ما هو مستخلص من عسل الخبز. بس الحقيقه ديت وفقا لابحاث علميه بتبقى مثبته من مجموعه من الاطباء الاستشاريين والصيادله والكيميائيين. لو هو عنده حاجه حابب يضيفها او ليها تاثير، او قد يكون ليها تاثير وقد لا يكون ليها تاثير، احنا كل الكلام ده في تكهنات، نسبه انه هتاثر نسبه 50% او ما تاثرش 50%. يعني حضرتك ممكن يكون ليه تاثير بعض الشيء في تخفيف الاعراض، لكن مش كعلاج. يعني حضرتك مش مع ولا ضد؟ لا، مش مع ولا ضد، بس انا عاوز اقول لك حاجه. شكرا يا دكتور، الف شكر عليك يا فندم. بقى معلش يا دكتور، احنا الوقت بتاعنا سريعا، ويمكن في مداخلات كتيره موجوده في الكنترول اللي عمالين يكلمونا. احنا بس ان في مداخلات حابه تقولي حاجه؟ يا استاذ محمود، كنا بس عايزين نسال الشيخ مصطفى. نعم. يا شيخ مصطفى، في حالات فعلا موجوده عندكم انتوا جربتوا عليها العشب ده واستجابت؟ عن الحالات الحمم، حالات الحمى. هو احنا عندنا يمكن المداخلات معانا حالات من عنده من البلد. تمام. موجوده على تمام، احنا التليفون. ممكن نسمع مداخله. لكن احنا عشان وقت البرنامج عدى سريعا، والاستاذ محمود يمكن احنا الرؤيه وضحت واحنا بنتكلم وبنعرض الناس حاجة. مش جايين يجزموا ان هم وصلوا لعلاج للفيروس، لكن هم بيساهموا، بيقولوا ان احنا عندنا حاجات بتساهم وتعالج حاجات مشابهه للفيروس. الطب لما تدخل الدكتور قال ان هي بتخفف من الاعراض زي الحاجات الطبيعيه، الاعشاب اللي احنا طول عمرنا بنستخدمها. بعد اذن حضرتك حابب اضيف حاجه. بعد اذن حضرتك اتفضل. حضرتك احنا يعني جيتنا من الصعيد لحد المشوار ده للقاهره. ما انا هسالك برضه السؤال ده دلوقتي. تمام. الكنترول بيقول ان وقت البرنامج خلص انا كنت هسال سؤال بس. تمام. سؤال بسيط. تمام. حضرتك على اتم الاستعداد انك تجيب العشب ده وتدخل بيه وزاره الصحه؟ تمام، مفيش مشكلة؟ لا، مفيش أدنى مشكلة. احنا البلد بأي حاجة وهم اللي يقدروا يقرروا. خلاص، احنا فعلا في نهاية حلقتنا النهاردة بنقول إن يا ريت يبقى في حد من مكتب وزير الصحة، وزير الصحة يتواصل معانا ويتواصل مع الناس، واحنا أكيد احنا يهمنا طبعا مصلحة بلدنا إن احنا نساعد البلد وإن احنا ندعم، وشايفين الخدمات والدور اللي بيقوم بيه السيد الرئيس وبتقوم بيه الحكومة.
كل واحد في بلدنا يقدر يقدم خدمه. وبكرر تاني بقول الناس رجال الاعمال، رجال الاعمال اللي نايمين في البيوت اللي مش عاوزين يتحركوا وخايفين على فلوسهم، ويمكن الناس بتظلم عمالها اللي في المصانع اللي مش عاوز يديله مرتب ومش عاوز يحاسبه، وعماله يوميه وعماله غير منتظمه، بنقول له اتقي الله شويه في البلد. لكل رجل اعمال عنده عمال شغالين يا ريت يبص شويه للبلد وشوف السيد الرئيس وشوف الدنيا ماشيه ازاي. لو انتخابات كنا لقينا اليود والشنط واليفط وكله شغال. طبعا احنا برضه في نهايه حلقتنا سياده الرئيس على مجهوداته هو طبعا سياده الرئيس يعني مش مقصر في اي مجهودات. احنا طبعًا في نهايه حلقتنا انا بشكر ضيوفي الكرام الشيخ مصطفى الف شكر يا شيخ مصطفى، بشكر الاستاذ محمود، بشكر زميلتي اميره اللي قامت وجهزت الحلقه بالكامل، واكيد هتبقى معانا في برنامج ان شاء الله في رمضان يوميا ان شاء الله على الصحه والجمال. ده شرف ليا يا استاذ محمود. احنا بنشكر كل فريق الاعداد وبشكر محمد رشاد المجهود الموجود في كنترول، ودايما وابدا شعارنا احنا بنقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.